اقول لك رمضان هالسنه الله هاي يعيننا على انتي صيامنا. اي مش يو سو ماتش اي لايك يور اورنج مشمر. حبيبي يا حليله. ايش قال هو الحين؟ What is your son Ahmed? Why don't you bring him to our house? تعال عطني حبة أرض. الله يحفظك. زين. You know, auntie, yesterday our school took us on a trip to the zoo. We saw all the animals there. أهم شيء إنك محافظ على صلاتك يا يمه. Oh, hi, auntie زليخة. I haven't seen you for such a long time. أنا استأذن لأن مسخت السالفة. المهم إذا صرتي بروحك خبريني ها. وأنت لا تنسى صلاتك حبيبي ها. أرجوك أن نتصل على خير. لا تخرب الفكرة يلا. المهم إذا صرتي بروحك خبريني. وأنت لا تنسى صلاتك حبيبي. أجين 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 نوس أجين. والله أعرف أطبخ شوي بس ممكن أتعلم عشانك. لا بس كم مقصع له العالم الناس ما عندها تاكل ما عندها Where's your son Ahmed? Why don't you bring him to our house? حبيبي تعال عطني حبة تعال حبيبي ويسلم نواف تعال تبطل عندنا اليوم اوكي راعي المطعم قاعد يضيف زوجتي على السناب وزوجتي شافتني في الدوام قالت خلني استغل الفرصه لا لا كمله وخذي رقمه بعد عبالكم ما في ريان خليت الناس تطبش علينا خافي ربك يا مره انا ايش سويت انا ايش سويت اقول حبيب لا تتحمس